السلام عليكم. الله يعمرك شويه. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي قناه شوف تي في من جماعه العوامره التابعه لاقليم العرائش. في حاله من الحالات اختفاء واحد الشاب حاليا تقريبا عنده 30 سنه في العمر ديالو. الاخ ديالو والاسره ديالو كتقلب عليه وكيناشدوا المتتبعين ديال قناه شوف تي في انهم يبارطاجيو اللايف باش لعل وعسى انهم يلقاو هذا الابن اللي الام ديالو راه محروق عليه، وكذلك الاب ديالو راه كيقلب عليه ليل نهار محروق عليه، ما كياكل ما كيشرب، خصو حتى يجي الابن ديالو. راه الى غير دقان كيسمعوا شي واحد كيدق في الباب كيقولوا راه الابن ديالي جا. اذا كنتمنى من المتتبعين الاوفياء لقناه شوف تي في انهم يبارطاجيو اللايف ويتعاملوا مع الحاله كانه شي واحد من الاسر ديالهم او من العائله ديالهم. نخليكم مع الاخ ديالو هو غادي يحكي لنا التفاصيل ويقربنا من الموضوع اكثر فاكثر. تفضل اخ. السلام عليكم. كنشكركم الاخوان. كنبقات على الاخ ديالي محمد المصباحي تغيب مده شهر جوج، المهم هو عام ونص هو خارج. المهم شهر جوج قطع معايا اتصال، كان في مدينه الصويره اللي بقيت كنعيط للدراري تمايا، قال لك ما بقاش هنا السيده، قال لك مثلا الاسفي ولا اكادير ما عرفناش فين دابا حاليا ملي دخل هذا الوباء هذا، وحنا كنتسناو شي اخبار عليه حاليا كنتسناو. وكنتمنى من اذاعه شوف تي في ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله، كنتمنوا ان شاء الله يكون الخير. وكنتمنى من المشاهدين وخوتنا المغاربه اللي شافوا يتصل بالنمره راه على الشاشه ورينا في التصويره التليفون، وكنتمنى يكون الخير ان شاء الله. دابا مولين الدار ديالنا مشوشين عليه بزاف، الوالد ديما كيسولني عليه، كنقول له راه كيتصل كنكذب عليه بعض الخطره. وكنتمنى ان شاء الله يكون الخير يا رب. كنتمنى من المشاهدين ان شاء الله لكن شي حاجه يتصلوا بنا في اقرب الممكن، العائله ديالو كيتسناو في اقرب وقت. حتى تقريبا هو باش خارج دابا مده عام، باش خارج مده عام، مدة عام ونص. شهر جوج قطع معايا اتصال، كان في الصويرة، آخر ما كان في الصويرة. دابا حاليا باقي ما عرفنا عليه والو، ملي دخل هاد الوباء هذا الجائحة هذه ما عرفنا عليه حتى بلاصة، واش باقي في الحياة، واش مات، ما عرفناش شنو وقع له. وكنتمنى الله يكون الخير إن شاء الله. وكنشكر إذاعة شوف تي في اللي عيطونا واتصلوا بنا. إذا ورينا التصويرة ديالو حيت المتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في كيقول لك ورينا التصويرة باش لعل وعسى الناس ديال الصويرة والنواحي ديال الصويرة إلا شافوه تما يتصلوا بك. واخا إن شاء الله واخا. الصورة ديالو هي هادي. قرب شوية. نقص من الضو ديال التليفون باش تبان. الله يجازيكم بالخير الخوت. وهي هذه الصوره ديالو. اذا المتتبعي قناه شوف تي في هذه هي التصويره ديال الاخ ديالو اللي مشى للمدينه ديال الصويره، كان خدام تما. من بعد ما ولاش اتصل وقطع الاتصال مع الدار ديالهم وقطع الاتصال مع الاخ ديالو، كنتمناو من المتتبعين الاوفياء انهم اللي شافوا يتصل بالاخ ديالو. راه كما قال الام محروقه عليه وكذلك مولين الدار محروقين عليه. تفضل اخي. قديمه الوالده كتسولني عليه صراحه، كنقول لها راه كيتصل بيا كنكذب عليها باش ما تبقاش مزعوجه بزاف، ولكن دابا حنايا كنستناو ضروري. عيطت نشرته في صفحه اكادير في العرائس، ما خليتش نشرته، ولكن كنشكر شوف تي في، كنتمنى الله يكون الخير ان شاء الله. كنتمنى المغاربه خوتنا المغاربه اللي شافوا يتصل بيا ان شاء الله، اتصلوا بيا النمره في الشاشه. الله يرحم الوالدين.
شنو كتقول كتقول له الا كان كيشوفنا دابا في هذه الساعات؟ اخي محمد الوالد ديالك راه محروق عليك، راه الناس ما كينعس، ولدي راه خصني نشوفه ضروري. وكنتمنى ان شاء الله كنتي كتشوفني اخي محمد، اجي عند عائلتك ووالديك، راه كلشي كيتسنى، كلشي كيسول فيك صراحه، كلشي راه حتى من خوتك الصغار كيسولوا عليك يا محمد. والله يهديه، نطلب الله يهديه، وكنتمنى له الخير، يكون مزيان وهادي. وعاد اتصل بينا، اتصل بينا باش نطلب الله يكون الخير، اتصل بينا باش نعرفك راه في امان وراك عايش، راك تسمى راه باقي عندنا خونا محمد. دابا راه بحال اللي لقيتي كتنسنى اخي محمد، فهمتي؟ راه الصوره ديالك بقات كتمحى على بالي، وكنتمنى ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. والله يهديك يا محمد، الله يهديك، كنتمنى الخير يكون ان شاء الله. اذا الوالده ديالو كتسنى ليل نهار؟ الوالده ديما كتبقس عليه، ديما كتسولني عليه، فهمتي؟ ايوا كنقول لها راه كيعيط ليه، بعض الخطره كنقول لها راه ما كيعيطش هاد السيمانه، ما عيطليش باش كنخليهاش خروجه وصافي. ايوا كنتمنى يكون الخير ان شاء الله. كاين شي احتمال انه يقدر يكون هاجر ديال اسبانيا و... ما كنظنش الهجره، ما كنظنش يكون مشى، ما كنظنش، حيت مده قبل ما تدخل الجائحه قال لك تحرك من الصويره، ما بقاش في الصويره. انت كتواصل مع مين كان في الصويره؟ ديما كاتصال ابي الفيديو، المكالمه كيهضر معايا مزيان، كيهضر مع الدريس، ما كيقول لك راه مزيان. امتى انقطع الاتصال ديالكم؟ شهر 2 في 25 صافي قطع الاتصال، من تما ولينا سمعنا عليه اخبار لا حتى شي حاجه. حاليا دابا باقي كنتسنى، مازال ما كانت هاد الجائحه هادي شويه بعدا كنقولوا راه الامور راه مزيانه. دابا ملي دخلت الجائحه واش ما عرفناش الناس واش دفنوا تمايا، ما بقي ما عارفينش شي من بلاصه فين. ايوا كنتمنى يكون الخير ان شاء الله، وكنتمنى كنشكر شوف تي في و... وكنشكر المغاربه على اللي شافوا شي بلاصه يتصل بيا في اي بلاصه نجي عنده، راه اخ ديالي عزيز عليا هو اللي عندي، فهمتي؟ وكنتمنى الله يهديه ويجي عند خوتو ودائرتو، وهذا الشيء ما كاين اخي. اذا كما سمعتوا متتبعي الاوفياء لقناه شوف تي في، انه كيبحث على الاخ ديالو اللي خرج من جامعة الوامرة، مشى كان خدام في الصويرة وكان كيتواصل معاه، كان كيدار معاه إلى حدود شهر جوج اللي انقطع الاتصال بيناتهم، من بعد ما عرفوش فين مشى. وزايد الحساب القوي ديالو أنه سول عليه في جامعة ديال الصويرة وقالوا له بأن ما بقاش هنايا، يعني مشى لشي مدينة واحدة. إذا كنطلبوا من المتتبعين الأوفياء ديال مدينة الصويرة والنواحي أنهم يبارطاجيو اللايف، لعل وعسى يبان الاخ ديالو او شي واحد كيعرفو او شافو فشي بلاصه يتصل بالاخ ديالو. وكذلك كنطلبو منو الى شاف هو هاد اللايف الام ديالو راه محروقه عليه. وشكرا للمتتبعين الاوفياء لقناه شوف تي في.